طبعا خلينا نقول كل سنة وأبنائنا طلبة وطلبات في الجامعة بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب إن شاء الله يكون عام دراسي جديد مليان إن شاء الله بالعلم والمعرفة والجد والاجتهاد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن بالأمس افتتح العام الدراسي الجديد بالعديد من الجامعات المصرية، كان من أبرزها حضور وزير التعليم العالي الاحتفالية التي قيمت بجامعة عين شمس. وأنا مهم جدا نتكلم عن المراسم الجميلة والاحتفال اللي استقبلوا به الوزير، وأيضا الاحتفال استقبل به الطلبة والطالبات العام الدراسي الجديد. عشان كده بنقول لحضراتكم ياريت إن احنا يكون كل واحد فينا كده عنده تنظيم للوقت في هذا العام الدراسي الجديد، خاصة الطلبة والطالبات يكون لديهم مهارات مكتسبة يعني يحرصوا على اكتسابها خلال هذا العام الدراسي الجديد. نتمنى يا رب كل التوفيق والخير والبركة لهذا العام إن شاء الله على كل الطلبة والطالبات بالجامعات الحكومية. والأسبوع الجاي إن شاء الله طبعا العام الدراسي الجديد يبقى على الطلبة اللي هو التعليم ما قبل الجامعي. نتمنى يا رب التوفيق للجميع. تعالوا مع بعض ناخد جولة إخبارية مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار اللي تصدرت الصحف هذا اليوم. أول خبر معنا بعنوان الرئيس يوجه الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مواصلة العمل على تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية وينعكس بشكل ملموس على حياة المواطن والارتقاء بمختلف جوانب معيشتهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، فضلا عن استعدادات الحكومة لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات وتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالأسواق وإنتاجها بكميات وأسعار مناسبة في شتى المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ولا سيما بالمناطق النائية والصعيد. نتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق في كل المستلزمات الخاصه بهذا العام الدراسي الجديد. الحقيقه بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني على قدم وساق بيتابع لحظه بلحظه مع المسؤولين التنفيذيين في اي خطوه بيخطوها سواء زي العام الدراسي الجديد او المشروعات الكبرى. ننتقل للخبر التالي مشاهدينا بعنوان الرئيس في نيويورك اليوم يلقي كلمه مصر ويلتقي بزعماء العالم. يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر في فعاليات الدورة 72 للأمم المتحدة والتي تبدأ اجتماعاتها على مستوى رؤساء الدول والوفود المشاركة، وتستغرق 4 أيام تحت شعار على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام. يشارك الرئيس في اجتماعاته مع رؤساء وزعماء الدول المشاركة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة حيث يستعرض رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم والمواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب، حيث يطرح الرئيس رؤية مصر لمكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية. إذن هي زيارة مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا. التفاؤل عنوان العام الجامعي الجديد. بدأ أمس العام الدراسي الجديد بالجامعات والمعاهد العليا في جو كرنفالي جميل. تزينت طرقات الجامعات بالأعلام والبالونات المتعددة والأشكال والألوان، وطافت فرق الموسيقى العسكرية أرجاء الجامعات مرددين الأغاني الوطنية. وفي تقليد جديد تقرر أن يتم أداء تحية العلم لكل الجامعات في اليوم الأول. وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس والقاهرة وعمداء الكليات والطلاب قاموا بأداء التحية الخاصة بالعلم على خلفية الأغاني الوطنية التي عزفتها فرق الموسيقى العسكرية. ونهاية جولتنا الإخبارية مشاهدينا بخبر بعنوان بدء صرف قروض المرحلة الثانية من البيتلو بمئة مليون جنيه. مضمون الخبر أكد الدكتور عبد المنعم المنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد بدء المرحلة الثانية لصرف قروض مشروع البيتلو بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها يجرى حاليا حصر المستفيدين من المشروع، حيث تصرف القروض بفائدة لا تزيد عن 5% في فروع البنك الزراعي. دي كانت جولة سريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار تصدر الصحف هذا اليوم. النهاردة إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية الهامة اللي طبعا يعني بنستعرضها لحضراتكم من خلال طلبكم على موقع التواصل الاجتماعي برنامج ساعة صبحية. أول فقرة إن شاء الله هنتكلم فيها عن العام الدراسي الجديد واستعدادات الطلبة والطالبات والجامعات المصرية طبعا وكافة المباني التعليمية لهذا العام في الجامعات، وأيضا الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد للتعليم ما قبل الجامعة. ضيفتنا فيها إن شاء الله دكتور
الدكتورة نعمة محمد الخبيرة التربوية. أما الفقرة الثانية نتكلم فيها عن الشباب المصري، وده طبعا بتأتي في إطار فقرة محبي مصر. نتكلم عن المؤتمر الوطني لشباب مصر والعديد من المحاور الخاصة بهذا المؤتمر والدور الفعال اللي بيقوم به شباب رابطة محبي مصر في كافة المجالات التنموية وغيرها. فقرة أخيرة نختم فيها إن شاء الله مع الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، واللي كان حاضر مع وزير التعليم العالي الاحتفالية باستقبال العام الدراسي الجديد، وهنتكلم الحقيقة عن موضوع في غاية الأهمية هو البحث العلمي ومشكلاته بالجامعات المصرية وغيرها، وإزاي نقدر نطور البحث بتاعنا ويكون محل تطبيق على أرض الواقع، وأهم المعوقات اللي بتعوق الباحثين والعلماء المصريين، موضوع في غاية الأهمية إن شاء الله. دي إن شاء الله يكون مضمون فقرتنا الحوارية على مدار هذه الحلقة. هنروح فاصل سريع مشاهدينا، ونرجع بعد الفاصل نبدأ أولى فقرات برنامجكم الحوارية، انتظرونا.